هنروح لكره الطائره رجال، وكان عندنا مباراه مهمه مع بتروجيت. فريق بتروجيت فريق محترم، واستطاعوا كابتن محمد مصلح حميد واللاعبين تخطي عقبه بتروجيت بفوز 3-0، وانتهت الاشواط كالاتي: 25-22، 25-19، 25-17. الفوز ده هو الفوز الخامس للاهلي على التوالي بعد الفوز على سبورتنج الطيران اتحاد اسكندري سموحه بتروجيت. يتبقى لك في هذا الدور المباراه القادمه هتكون مع نادي الزمالك يوم الخميس القادم ان شاء الله. اسف، المباراه الجايه كنت طلائع الجيش هتبقى دي المباراه القادمه على طول، وراها مباراه يوم الخميس نادي الزمالك في الدور الثاني. نتمنى ان شاء الله الفوز بالعلامه الكامله وعوده الدوري ايضا للكره الطائره وتصحيح المسار. فريق الماسترز هو الفريق الاكبر حصولا على البطولات المحليه والافريقيه، وان شاء الله يكون دي بدايه واستعاده ثانيه للرياده في الوقت اللي هتبقى فيه بطوله عربيه في القاهره هيشارك فيها النادي الاهلي، وايضا في بطوله افريقيه هيشارك فيها النادي الاهلي. يعني فريق كره الطائره السنه دي عنده اربع بطولات: دوري، كاس، بطوله افريقيا، والبطوله العربيه. وعايز اقول لكم البطوله العربيه لا تقل ابدا صعوبه عن البطوله الافريقيه، لان البطوله العربيه بيشارك فيها دول شمال افريقيا اللي بتبقى المنافس الاساسي والرئيسي للنادي الاهلي في افريقيا. فاذا البطوله العربيه هي بطوله افريقيا مصغره هتتلعب في القاهره ان شاء الله. نتمنى طبعا النادي الاهلي يقوم بها بشكل جيد. وبالمناسبه القرعه هتتلعب قريب، القرعه هتتعمل تقريبا كمان يومين، معلش صحوري يا جماعه المعلومه، يوم 5 فبراير هتتعمل القرعه باذن الله. نتمنى ان شاء الله، انا يعني دايما افضل واحبذ ان الاهلي يقع في قرعه او في مجموعه صعبه، دايما لما تقع في مجموعه صعبه بيبقى التاهل وطريقك سهل حتى النهايه او حتى النهائي ان شاء الله. يادوا اداء كويس كابتن محمد مصلح حميد والفريق.